التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، والتحيه متجدده بحضراتكم حيث يسير شوطنا الثامن عشر الخاص بالابكار اللقايه المهجنات الاصايل. نسير الى المقدمه ونتابع الصداره والمركز الاول، وهنا على المقدمه الاولى تبدا مع الصداره هذه يقحال لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي، بينما النغله الى المركز الثاني هذه شواهين سلطان بن حميد بن علي بالخرس الاكتبي على ما اعتقد اللي يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذه فتنه سهيل بن حمد بن مرزوق راعي الترف يتقدم على المركز الثالث ورابع التحديات. المركز الرابع هذه الشاهينيه حمد بن عبد الله بن خزام العامري تتقدم على رابع المراكز، والمركز الخامس عندنا اللي هي مفوضه لحمد بن سعيد بالحب العامري على المركز الخامس تدخلت في هذه الانطلاقه. سادس التحديات، المركز السادس هذه ثمين احمد بن مبارك الشعفوري العامري على مستوى المركز السادس وسابع المراكز، هذه روعه يمعه بن عبد الله بن سلطان الغفلي يتقدم الان لياتي على سابع المراكز. المركز الثامن هذه الان بلشه سهيل بن عبيد بن خيرات العامري، تاسع التحديات بلقى اللي هي المسك سالم بن عوض بن سالم الكتبي، وعاشر المراكز المركز العاشر شوف اللي متدخل الان من الجانب الاخر مشاهدينا الاعزاء اللي هي جموح حمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريفي يتقدم على المركز العاشر. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الكرام للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسماء، لكن عوده الى المقدمه. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى البداية وإلى المركز الأول إلى الصدارة، وهذه الآن فتنة سهيل بن حمد بن مرزوق العامري يتقدم على البداية على المركز الأول يبحث عن النقطة الثانية، عندما قدم لنا ترف أحد جواهر صباحي هذا اليوم في سن اللقاية يتقدم الآن على المقدمة ويبحث عن النقطة الثانية، بينما في ثاني المراكز في المركز الثاني هذه الان اللي قادمه واللي منطلقه شاهينيه عبد الله او حمد بن عبد الله بن خزام العامري ياتي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه اللي قادمه اللي مفوضه سعيد بن او حمد بن سعيد بن محمد بن حب العامري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع جموح حمد بن خير بن عزيز الشريفي ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس عندك راع شرط يتقدم هنا في هذه الانطلاقه، هنا بلشة سهيل بن عبيد بن خيرات العامري، وسادس التحديات المركز السادس اللي قادم شوف اللي تدخلت الان اللي انطلقت من الجانب الاخر في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع، هذه روعة يمعة بن عبد الله بن سلطان الغفلي يتقدم على المركز السادس، المركز السابع من الجانب الاخر اللي قادمه في هذه اللحظات، هذه هي الكورة سيف بن محمد بن سلطان ظاهري، المركز الثامن هذه الان شان محمد بن خويتم بن بخيت العامري، والتاسع المراكز هيبة محمد بن صغير المنصوري، وعاشر المراكز شوف لي هنا اللي قادمه مشغله حمد بن سالم بن خليفه ابو رويس الاكتبي. يا سلام، هذه المراكز الاولى، لكن عوده يا مشاهدين، عوده الى المقدمه والى البدايه الاولى. بن خزام يقدم لنا الشاهينيه، حمد بن عبد الله بن خزام العامري راح وكيد لنا من اهل زاخر دار المفتوح
الفاخر على مقدمة الشوط على البداية. 1200 دامك واصل ومنفرد يا بن حزام. 1200 وروح مع الشاهرية والتركيز نطلبه من كل المضمرين مع هذا الكيلو. المتر الأخير راغب اللي غاد مروحة يمع بن عبد الله أبو سلطان الغولي هالفلي المعلة غادمين بغوة في هذه الانطلاقة. المركز الثالث هذه الكورة شيب بن محمد بن سلطان الظاهري. المركز الرابع ارصد لي ابو راشد راك اللي قادمه فتره سهيل بن حمد بن مرزوق العامري. المركز الخامس هذه فلك اول نداء لفلك محمد العلي بن وديمه العامري. ولكن بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله ما شاء الله على روعه اداها رائع روعه انطلقت بهذا الاداء الكبير بهذا العرض الممتاز من خلال تحديات هذا الصباح الجميل ما شاء الله. يمع بن عبد الله بن سلطان الغفلي الله ما شاء الله على انطلاقة روعه. ذكر الله يا مشاهدين ذكر الله يا متابعين مع هذه المنافسه القويه اللي تقدمها روعه. سلام ميدان الشعب تحيه ميدان الشعب اماره ام القوين باكملها مع هذه الانطلاقه المثيره. فلي المعله يستاهلون الفوز يستاهلون الانتصار. تهانينا ليمع بن عبد الله بن سلطان الغفلي على تألقه وانتزاع روعه لناموس هذا الشوط لحظه وصولها الى خط النهايه محققة هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي هيبة محمد مصغير بن محمد المنصوري. والمركز الثالث وصلت عوايد علي بن خاطر بن هاشم الشامسي. والمركز الرابع وصلت اللي هي فلك محمد بن علي بن وديمة العامري. والمركز الخامس نحيل على رجلة خط النهاية. عودة بالتانية وناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك اللي هي روعة اللي خطبت الفوز 7 دقائق توقيته 33 ثانية. تهانينا